اه يا عبدو، الزرع لما يكون كبير في الاول، في البدايه، في البدايه العمريه الاولى يعني، والزرع انت رشيت الملوخيه، الملوخيه لسه صغيره، المفروض نراعي حاجتين. الحاجه الاولانيه الناحيه دي اللي هي فيها الخيار اللي انا رشيتها، دي انت بص تلقى السرابه دي شبه معدومه ما فيهاش حاجه، يعني قاعد الجذعين. ايوه صح، السرابه دي ليه؟ الزرع كله راح نازل كده على الملوخيه، زرع الخيار. فلما تسرح برضه تسرح، راح رجع برضه الفروع راح نزل الثاني شبه عدمه الصلابه. هو مش انا ما رششهاش، لا انا رششها. وهذا الجدع اللي هو نقول لك عليه، اللي هو جدع ايه؟ الميشه. جدع الميشه ده. يعني شايف ده اللي المفروض يجدع. تمام، لو مشينا برضه في الصلابه اللي بعديها نبص، يعني الصلابه اللي الثانيه دي تلقى برضه ايه، لكن مش نفس اللي لسه خفيف. مش نفس الانتاج، يعني برضه ايه في وين كده جدع، مش زي الصرا. عايز الحكايه دي، عايزه مني ايه؟ تتطلب مني ايه؟ تتطلب مني انا في عمر الزرع لما يبدا النبوع بتاعته تنزل في بطن السرابه، تنزل من المصطبه كده، الرعينها الروعه كل عايز زي كده، الزرع بتاعي هيكون زي كده، انبوع نازل معايا زي كده. انا هنقوم مثلا نرفع ونحاول نبعد بعد من الملوخيه، بعد من الملوخيه اه زي كده اللي انت زارعها لسه. ايوه لسه زارعها، نخلي حتى دي ايه، شايف الجدر وين انت؟ بعيد من الرش. ولكن النبوع دي هتنزل كلها معاك. كلها هتنزل على الزرع. طبعا انت لو انت زاقي ومش هتقدر تشتغل في الارض، فلازم لا تقولش مثلا انا نزقي وبعد كده هنروح نلم الزرع. لا مش هتلحق تلم، انت هتلحق منه، ما تجي تلم هيكون ايه؟ قضى على سرابه، قضى على سرابه الملوخيه. حصلت الحكايه دي معايا في ايه، في مكانات الزرع بتاعها ايه، كان قوي وكبير. ولكن مجملا يعني احنا لو اتكلمنا على الملوخيه، شايف التهويه دي، اللي هي البونس دي الفاضيه، المصطبه الفاضيه دي، هو يعتبرش مثلا، احنا مش هنقول مثلا دول لو فدانين يبقى فدانين، لا، ما انت هو بص لو دول فدانين هنقول مثلا دول يساووا فدان، فدان ونص مثلا، ولكن التهوية دي هتخلي طرح، يعني هتخلي كثافة الطرح ممكن احسن من الزرع السالي. تمام، وممكن الانتاج بتاعه يبقى ايه، يبقى اعلى. التهوية دي هي ايه يعني، هي مش مضرة برضه انت عارف، ولكن انا مش يعني انا دلوقتي لو الزرعة دي انتهت معايا دلوقتي، تمام، وانا زرعتي خلصت الخيار وانا ما محملهاش حاجه، انا جاري زارع شامي ماشي تمام، الناحيه الثانيه مثلا زرع شامي، شامي من هنا، شامي من هنا، وشامي هنا من الناحيه الثانيه، هناك ملوخيه، ملوخيه بعديه. انا ماليش طريق، ماليش ملجا طريق، حتقعد فاضيه لحد ما الناس تحصد الملوخيه او توقع الشامله. ماليش ملجا طريق، فانا استفاد. انا ما نخليش الارض فاضيه، يعني ما نخليش، ما انا زرعت وحملت مثلا على كده عشان خاطر ايه، عشان خاطر انا يعني هنحصد في شهر 11، ما فيش طريق هتقعد، يعني لو في طريق هتفضل الوقت انت تحرث او تزرع حاجه مثلا مناسبه، ممكن تزرع توم او تزرع حاجه قبل الباميه، الارض معده لزراعه الباميه اصلا، ان شاء الله، يعني ممكن عايز تزرعها توم، ما فيش طريق، هتبقى الارض فاضيه معاك، مالكش طريق اصلا، يعني انت ما في ارض على طريق وفي ارض مش على طريق، محكوم بيها الزرعه دي انا، محكوم ان انت تعملها ملوخيه. وفي ناس مثلا تزرع زرعه خيار عادي، تزرع فيها شامي بعد ايه، بعد ما الزرع يكبر يكون مثلا الشامي حجمه زي ما انت شايف كده، وين بوصه، يروح يحش مثلا البهايم ويحرد ده جنب الطريق، ويزرع اي زرعه ثانيه. الملوخيه دي نسيبها يزرع وراها قمح عادي، تزرع وراها باميه برضه عادي، تزرع وراها اي زرع مثلا من ايه، من زرع اللي هو ايه، الزرع اللي على تقريبا الشهر ايه، هتخلص في شهر 11 يعني. كلام جميل. هذا اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الميش هذا. الميش. طيب يا عبدو، كان عم نوبع يقول لي ان هو زرع البر، حمل الخيار بر. ماشي. فيقول ان في يا اخي الزعزعه دي ينزل منها بودره. احنا الزعزعه دي، طب انا هنقول لحضرتك على حاجه. يا اما تتاخر بالبر، يعني ما جنيتش في الزرع ما ترميش. يا. ليه؟ انت هتجني مثلا يوم الخيار معظم هيجني شهر، في الشهر ده الخيار الذره البر الشامي
مش هيكبر ومش هيسحب الزعزاعة قبل ما انت تخلص. لان اللي ينزل من الزعزاعة ده على الارض يخليه لك هو عمره شباب ولسه الزرعة يقولي هذه بص تلقى مبرز زي كده. تنزل عليه البذرة اللي نازلة من فوق الصفرة دي هتخليه ليك زي هو زي حاجة مبرز. يعني تنصح المزارعين ان هم يحملوش البر؟ لا انا الا متأخر. يعني تقرب تجني. تقرب تجني وزرعك مثلا مسرحة زي كده رافعة البن. هنجيب الجذع زي كده. هنرفع وهنرفع نفضي السرابة من الناحية الثانية. والزرعة مثلا لو في حاجة نازلة علي من الناحية دي. تمام. برضو. هنرفعها. وده نخلي السرابة دي. هنرمي غزة هنا وغزة هنا ونرمي غزة هنا وغزة هنا. هنرمي من ناحيتين برضو. من ناحيتين. ما هو دي السرابة معايا. من ناحية جدر الخيار ومن ناحية الثانية. من ناحيتين ايوه. من ناحيتين. نحاول نبعد من جنب النقرة ونرميها تحت شوية. تمام. الزرعة مع المية. ان انا هنقرب المية للخيار. هتبقى سريعة زرعة الشامي. هتبقى سريعة. حتى انا مثلا نقرب مثلا يقرب الخيار ينتهي معاه حيكون هو توه بدا الزرع يسحب الحريرة اللي احنا هنقول عليها. اللي هي سحبها دلوقتي دي. اللي هي هتنزل على الخيار والضرة. اللي هي تنزل البذرة دي. هتنزل البذرة على الخيار والضرة. كلام جميل. لكن الملوخية آمنة. الملوخية آمنة. يعني انت ممكن انت زرعت الخيار لو محملها هي زرعت الهبتاع دي لو هتفيدها للملوخية. تفيد الخيار. ده انت بنكم في مكانات حنوريها لك انا قدام. ابص على الخيار تلقاه محلق على الملوخية نازل عامل زي غير الفول. شايف الخيار على الشعبة. الخيار يتسلق الملوخية. ما شاء الله. شايف حتى بتاعتها لو نزلت هتنزل طويله زي زرع الصوب. تبقى سرحه. انا وريها لك مثلا هو زرع معين هذا الميشه اللي هنقول عليها في الوسط. الميشه دي ده كله المفروض يتقلع. ده يتقلع ده. لكن الميشه دي ممكن تاخد التقاوي بتاعها تزرعها عادي. وهي تقاوي هي تزرعها يعني شايف الخيار هيتسلق ازاي. بسم الله ما شاء الله يتسلق. ويعني ايه حتى لو ترمد بدري مش هتعمل معاه مش هتعمل حاجه. ما فيش اي مشكله بالنسبه للملوخيه لو ترمد بدري. ما شاء الله. هيتسلق معاك الخيار. هيتسلق على الملوخيه. شايف؟ وعبط. وريني. شايف؟ ما شاء الله. يعني هو الزرع ده ايه؟ لو بتاع ده لو الملوخيه بدري. تقعد تجني منه هو يقعد في الناحيه دي. هو هيتسلق. في الناحيه دي. يعني طالع هو لفوق. يطلع لفوق واطرح مش يعني مش هيطرح. يعني بص هتلقى ايه حتى لو فيه طرح مثلا المره دي هتلقى فيه ايه المره الجايه. بص معي. طرح جديد اهو. طرح جديد. يبدا يرفع لفوق شايف. ونزل بالطرح بتاعه يعني. مش هتضر في حاجه هو في الناحيه الثانيه. وبالعكس هيحكم لك الناحيه دي انها ما تنزلش الميه. تنزلش الميه. يعني انت تعال هنوريك مثلا انت لو مكان احنا في قلب الخرابه شوفك الناحيه دي كلها شايف الخيار وين. شوف منظرها جميل خالص يوم متسلقه على الملوخيه زي زرع الصوف شايف. حتى تبقى الخياره ظاهره وطويله. بص نازل. وجميله و... لان هي مش متعرضه للتربه ولا حاجه. بص تعال لجا. هذا فيها. جو هناك يا جميلة خالص. جميل. عندي الزرع اللي تعلى اياه الناحية دي. بسم الله ما شاء الله. مش هيضر في أي حاجة الملوخية يعني إيه؟ الخيار لو قعد لو اترمت بدري شوية أو زرعت الخيار تأخرت معاك وأنت رميت الملوخية حبيت ترميها من أول عزقة مثلا. مش هتضر معاك في حاجة. ليه اول ما يكبر الزرع
هتبدا تطلع عليه الخيار وتبدا تجني. لا نقول لك اللي هو جنب يعني اعتبر بالنسبه للجنب اللي هناك ده لسه الخيار ده مثلا قاعد انزقيت انا، ولكن هي مسافه قريبه مش حاجه، وقاعده محتفظه عشان خاطر فيها زي ما نقول يعني ايه، فيها زي ما نقول فيها سعد الارض. السعده دي هتخلي تحافظ على الارض طويله.